كعادته الجميلة عقد الألماني اليوم توماس دول عقد مؤتمرا صحفيا أجاب بعده على أسئلة الصحفيين، خاص العربية برده على سؤالين خاصين أيضا من مراسلنا في المؤتمر الصحفي. السؤالين أو السؤالان كان عن سامي الجابر وياسر القحطاني. شيء جميل أن يدخل سامي الجابر في معهد تدريبي، لأن سامي يحب كرة القدم ولديه الرغبة في التطور في هذا المجال، ويفضل عدم الابتعاد عن كرة القدم. لا أعرف متى سيغادر سامي للدورة التدريبية، وأرحب به عند إكماله لها للعودة للعمل مع الطاقم الفني. بالنسبة لسؤالك عن مشاهدة لياسر القحطاني مع العين الإماراتي، هذا السؤال ليس له علاقة بالمباراة، وأنا مهتم بما سنقدم أمام الأهلي.